واحد صعيدي ولع نار وجاب شومه وقعد يضرب في النار، قعد يضرب في النار، قرايبه تلموا عليه قالوا له ايه خبريه انت اتدننت؟ قال لهم ايه مسافر الدش وبتعلم ضرب النار. واحد صعيدي خد 6 رصاصات في دماغه وجاله صداع. جماعه مساطيل مروحين بالليل 5 مش لاقيين بيتهم، قعدوا دوروا على البيت مفيش، كبس عليهم انهم ركبوا فوق راس بعض كده وراحوا مركونين على الحيطة ونايمين. العسكري بتاع الدورية شافهم راح هناك، انت يا جدع انت وهو ايه اللي موقفكوا كده؟ محدش رد عليه، راح شايل ايده وفقع الاولاني بالقلم اللي فوق خالص، بيقول مين اللي تحت منه؟ قال له مش عليك ده على البدروم. واحد صعيدي اشترى تاكسي وماشي بيه في الشارع، كل ما واحد يشاور له يقول له تاكس، يقول له ايوه تاكسي يا اخوي. واحد صعيدي مسافر وقعد جنب السواق، فالسواق بيقول له بلدينا تيجي نتسلى كده عشان الطريق وبتاع، قال له قول. قال له اخوه يبقى اخويا وامه تبقى امي واخته تبقى اختي واخوه يبقى اخويا يبقى مين؟ فسرح الصعيدي كده قال له ولد خالك؟ قال له يا جدع بقول لك ابوه يبقى ابويا وامه تبقى امي واخته تبقى اختي يبقى مين؟ قال له ولد عمك؟ قال له يا جدع يبقى اخويا، اخوه يبقى اخويا وامه تبقى. قال له ايوه والله صح. بعد الصعيدي ما وصل وهو ماشي مروح قابل اخوه، قال له اقول لك حزوره؟ قال له قول. قال له اخوه يبقى اخوي وميته تبقى ميته وبييه يبقى بيي واخته تبقى اختي يبقى مين؟ بص له اخوه كده قال له يبقى اخوك؟ قال له لا اخوه يبقى اخويا وميته تبقى ميته وبييه يبقى بيي واخته تبقى اختي يبقى مين؟ قال له جدع يبقى اخوك؟ قال له لا. قال له امال مين؟ قال له يبقى اخو السواق. واحد بقى البكي نزل بيروت وراح على باب السينما، قال للراجل اديني تذكرتين، ادى الراجل التذكرتين بعد ما مش رجع له تاني، قال له اديني تذكرتين كمان، خدهم ومشي. بعد شويه رجع قال له اديني تذكرتين كمان، قال له جدع خد انت هنا، ده 10 مره تاخد مني تذاكر بتوديهم فين؟ قال له اعمل لكم ايه ما انتم موقفين واحد على الباب كل ما اديله التذاكر يقطعها. صعيدي نفسه يجرب الكيف فراح لواحد، قال له يا جدع انت انا اعرف ان الكيف ده هيعدل الدماغ وانا عمري ما دربته. قال له عايز تجربه؟ قال له اه. قال له هات 5 جنيه، اداله 5 جنيه وجاب له حته وراح واخدها وسابه ومشي. بعد شويه الصعيد راح له قال له يا جدع البتاع اللي انت اديتهاني دي ما عملتش حاجه. قال له انت شربتها ازاي؟ قال له ما شربتهاش كلت. قال له خلاص ما دام عايزها تشتغل اديلها سخن، كل ما عايزها تشتغل اديلها سخن. قعد اديلها في سخن، الصعيدي اديلها في شاي، اديلها في سخن، اديلها في شاي، اديلها في سخن. السطل او الصعيدي هو ماشي في الشارع، نزل الشارع وهو ماشي لقى سينما، واحد خارج من باب السينما يقول الله يخرب بيت السينما لبيت اصحاب السينما، السينما دلوقتي حد دلوقتي ما اشتغلتش، الساعه بقت 2 وما اشتغلتش. بص له الصعيدي كده قال له عايزها تشتغل؟ قال له اه. قال له اشرب لها سخ. 2 بقى البكيه ماشيين في الصحراء طلع عليهم 7 راح واحد منهم ماسك طوبه وراح فقع 7 في دماغه وطلع يجري، فبقول له اخو ايه ما تجريش ليه؟ قال له ليه وانا اللي ضربته. واحد صعيدي دخل محل احذيه فالراجل جاب له فرده بيقيسها كده، قال له ايه عجبتك؟ قال له والله حلوه كويسه. بكام دي؟ قال له يا عم علشانك انت ب10 جنيه. قال له يا راجل اتهود ويانا عشان ناخد الفردتين. 3 محكوم عليهم بالاعدام في ميدان عام، واحد فرنساوي واحد ياباني وواحد صعيدي. في 3 وسائل للموت، رميا بالرصاص والمقصله والمشنقه. طلع الفرنساوي قالوا له تموت بايه؟ قال لهم بالمقصله. حط رقبته على المقصله وهوب شغلوا المقصله، جت قبل رقبته وراحت واقفه، عطلان المقصله اتنفس فيه حكم الاعدام، خد براءه نسها قياسه وراح ماشيينه. دخل اليابان قال لهم بالمقصله، حط رقبته على المقصله وهوب جت عند رقبته وراحت واقفه، هوب اتنفس فيه حكم الاعدام الناس هيصت وراح ماشي. طلع السعيد قال لهم انا موت بالرصاص، الناس من بره قالوا له المقصله المقصله، قال لهم المقصله عطلانه. واحد حلاق مجنون محدش بيحلق عنده، ففي واحد غريب معدي من المنطقه اكتشف ان دقنه طويله راح داخل عليه، الحلاق سابه فضل قاعد لحد اما قعد على الكرسي وراح حاطط الفوطه حوالين منه وهوب راح رابطها في الكرسي. الراجل بيقول له قال له اقعد اقعد لحسن موتك اقعد. قال له خلاص. فضل قاعد يحلق في دقنه، فجي مسك ودنه الحلاق قال له عاوز ودنك ديت؟ فالراجل بص له قال له لا، راح قاطعها ورماها في الشارع. يا ودن؟ قال له اقعد اقعد لموتك هتبيعك هنا اقعد ساكت. قعد مسك ودنه الثانيه وهو بيحلق كده راح ماسك ودنه قال له عايز ودنك دي؟ فالراجل بيقول له اه، راح فاتح وقال له امسك في ايدك. واحد عنده 50 سنة دخل اسم الشرطه دمه سايح، فالظابط قال له ايه يا عم مالك؟ قال له يا سعاده البيه
ابويا طول النهار عمال يضرب فيا. قال له يا راجل ابوك لسه عايش؟ قال له ايوه يا شعاده البيت. بعته جاب ابوه. قال له يا راجل انت حرام عليك ابنك في السن ده وعمال تضرب فيه. قال له اعمل له ايه يا شعاده الجابت، ما هو طول النهار قاعد يعكش في جده. عاملين مسابقه لتحمل الجوع، جايبين غرفة في بير غويط وجوه الغرفة ديت في تليفون، المتسابق من دول ينزل يقعد ولما يجوع يضرب لهم تليفون يعرفوا يحطوا اسمه بالتسلسل، قعد 4 أيام 5 أيام 10 أيام ويطلع. كل واحد ينزل جاي على الدور على الصعيدي، نزل قالوا له في تحت في تليفون، ساعة ما تجوع تضرب لنا تليفون نطلع ننزل نطلعك يعني. قال لهم ماشي. نزل تحت قعد شهر قلق عليه، فكروا مات، نزلوا تحت لو ماسك شومة ونزل ضرب في التليفون يقول له جعان جعان. واحد صعيدي بيحلق شعر عنده كوافير، فعمل له شعره السشوار كده، فعجب الصعيدي قوي، قال له اه الشعر جديه منيح. قال له عايزه يفضل كده كم يوم؟ قال له اه. قال له ما تجيش يمه الميه لمده 3 أيام. بعد 3 أيام حلاق لقى الصعيدي شايلينه ومدخلينه جوه، بقول له ايه مالك؟ قال له عشطان عشطان. واحد صعيدي نزل مصر وهو بيتمشى عجبته سياره بجو، اشترى السياره وقال لك وانا مروح اخد شويه ركاب اطلع حق البنزين. عدى على الموقف خد الركاب معاه وراح ماشي. العربيه خدت 80 وهو لسه في البلد. واحد قاعد جنب منه قال له يا عم براحه شويه احسن هتموتنا، العربيه واخده 80 وانت لسه في الطريق. قال له انت بتفهم في البيجو؟ قال له لا ما بفهمش في البيجو. قال له خلاص اقعد ساكت. العربيه هوب خدت 100 120، واحد قاعد ورا قال له يا عم بالراحه شويه هتموتنا. قال له انت بتفهم في البيجو؟ قال له لا ما بفهمش في البيجو. قال له خلاص اقعد ساكت. هوب العربيه خدت 140 160 وصرخت. واحد قاعد ورا مسطول قال له يا جدع انت يا كافر هتموتنا الله يخرب بيتك. قال له انت بتفهم في البيجو؟ قال له ايوه يا اخويا بفهم في البيجو. قال له طب ما تقول لي وين الفرامل؟ واحد صعيدي عايز يعيد ذكريات زمان وايام الطفوله، بقى كل يوم يشخ على نفسه. واحد صعيدي رجع البيت لقى مراته قاعده زعلانه، قال لها باي 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 باي، ما خلقتك ملخبطه ليه؟ قالت له امشي انا زعلانه منك، لا تدلعني ولا تقول لي كلام زين. قال لها ما عرفش اقول انا الكلام بتاع الخنافس دي. قالت لي يعني اخوك خنافس؟ اخوك كان يدلع مرته ويهزر معاها وطول النهار وحتى كانوا داخلين لبعض قفي. قال لها يعني انت عايز ايه؟ قالت له تدلعني وتهزر معايا وتقول لي قفي. قال لها خلاص. قعد على السرير وراح عوج العمه بتاعته وقال لها يلا. قالت له قفا. قال لها اشمعنى؟ قالت له ملعب للضرب. قال لها زليخه. قالت له اشمعنى؟ قال لها انت طالي. واحد صعيدي نزل بلدهم ما لقاش قرايبه بيسال عليهم، قالوا له خدوهم مصر يعملوا عليهم النكت. واحد صعيدي لم النكت اللي في البلد ورماها في البحر لقى السمك خارج ميت من الضحك. كلبين ماشي في الشارع، واحد بيقول ناو ناو، فالتاني بيقول له ياض مالك مال الحركات دي؟ قال له ايه بتعلم لغات. واحد كهربائي بيسلم على واحد كهربائي عمله ماس.